وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان. وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان. وسهلا متابعي قناة شوف تيفي، ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد مع المغاربة العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا. أول شيء كنتمنى أنكم تكونوا كلكم على خير وبخير وفي ديوركم ومتبعين تعليمات الحجر الصحي. نظرا لما نعيشه حاليا من تفشي وباء كورونا واللي فرض على المغرب كإجراء احترازي لمواجهته أنه يغلق مؤقتا الحدود، الشيء اللي تسبب أن بزاف المغاربة لقوا راسهم عالقين بالخارج. كاين بزاف الناس اللي حصلوا برا بسبب تفشي الوباء وبسبب الإغلاق المؤقت للحدود، سواء كانوا مشوا من أجل السياحة أو من أجل العمل أو من أجل أنهم يقضوا فقط أغراض إدارية.
شي اللي تسبب في كثير من المآسي اللي ممكن نتخيلوها واللي ممكن حتى ما نتخيلوهاش. كاين اللي مثلا مشى غير يقضي شي غرض لمده قصيره وخلى وليداته عند جيران حتى لقى راسو هو تماك وهنايا في المغرب. هذا مثال بسيط. كاين اللي الزوجه حصلت تماك بقاو هنا الزوج ديالها ولادها او العكس. كاين اللي بقى والديه وزيد وزيد من المشاكل الكثيره اللي تسبب فيها هذا الوضع الجديد. نظرا للعديد من التساؤلات اللي تلقاتها قناه شوف تي في، كثير من المراسلات كذلك والاستفسارات، بزاف الناس كيتشكاو علينا شنو كيقولوا شنو دارت الدوله وشنو اللي ما دارتش على ودهم. قررنا اننا نفتحوا هاد النافذه باش هكا اللي عنده شي استفسار، اللي باغي يعاود لينا القصه ديالته في اطار الظرفيه الجديده، انه علق برا شنو مشكلته شنو عايش. حنايا هنا راه الاشاره على الرقم 06 61 93 75 35 باش نتصنتوا المشاكل ديالكم. وانا كل ثقه اننا نقدر نوصلوا صوتكم مسؤولين والمسؤولين كذلك، اللي انا على ثقه انهم باغين يتفاعلوا ايجابيا وباغين يتصنتوا شنو المشاكل اللي طاريه المغاربه العالقين بالخارج، سواء تعلق الامر بوزاره الخارجيه او الوزاره المنتدبه المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج، خصوصا واننا كنلاحظوا انه كاين حملات كثيره ديال المغاربه اللي كيوجهوا فيها نداء العاهل البلاد الملك محمد السادس، كيطلبوا منه انه يتدخل باش يرجعهم للبلاد، خصوصا واننا على ابواب رمضان الشهر الكريم. وكذلك كيتشكاو من ان بين العالقين ناس كبار اطفال مسنين، كذلك كيتشكاو من ان الموارد الماليه ديالهم ينفدات هي في طريقها للنفاد، وتيقولوا بان القنصليات دارت اللي عليها وفرات المأوى وما الى ذلك، لكن ما تقدرش تدير اكثر مما فعلت في انتظار قرار وزاره الخارجيه. نعود نذكر بالرقم ديالنا اللي هو 06 61 93 75 35، البرنامج ديالنا اللي هو مع المغاربه العالقين بالخارج بسبب كورونا. كنتمنى انني نتلقى الاتصالات اللي خاصه بهذا الموضوع باش هكا نشوفوا المشاكل ديال المغاربه ديالنا على الخارج ونحاولوا نلقاو لها حلول. غادي نشوف اول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي، شكون معايا؟ لا تدير بخير، معك واحد السيد موزان اختي. شفتي الموضوع ديال البرنامج سيدي؟ نعم انا شفتو، اللي هو المغاربه العالقين بالخارج بسبب كورونا. شنو تبغي تشارك؟ لا سمحي لي الله يرحم والديك. معليش شكرا. انا عندي مشكل في المغرب، ماشي على حساب هذا. معليش يا سيدي، شكرا على الاتصال. في انتظار باقي الاتصالات غنشوفوا كذلك التعليقات، نظرا لان الكثيرين كيطرحوا المشاكل او التساؤلات ديالهم في التعليقات. الناس هنايا متوزعين ما بين اللي كيقول بان الدوله دارت اللي عليها وما بين اللي كيقول بانه ما شاف حتى شي اجراء متخذ من طرف الدوله ديالتنا القنصليات والوزارات بخصوص الظرفيه ديالتهم. غادي نشوف اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك انتي، انا دابا كان ساوم العالق سايلون. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفتي الموضوع ديال الحلقه لالا؟ ما شفتوش، انا غير دابا عيطت من سايلون وقال لي اتصلي بهم. مرحبا لالا، شنو المشكله اللي عندكم؟ المشكله هو انه راه مشى هاد الشباب شهر ويومين كان مشى سياحه وحيد تما. المهم راه مؤخرا السفاره اتصلت بهم وخلصوا له الكرا، هذا هويا. ولا راه شفتي الفلوس دابا راه تقاداو ليهم هما تقريبا على شحال من واحد. هذا الشيء اللي قال لي راه تتصلي بالبرنامج وتصلي انا شنو هي المسائل المقبله عندي، يعني شنو غادي يكون. اوكي لالا اوكي، دونك ولدك مشى سياحه لتايلاند ياك؟ شهر 13 في شهر 3 شهرين هكا، شهر ويومين دابا تقريبا. شهر ويومين،
شهر ويومين تواصلوا معاه القنصليه اللي تماك؟ تواصلوا معاه. شنو داروا الاجراء اللي داروا تجاهه؟ شنو الاتجاه ديالو؟ هو خلصوا له الكره ديال اللوطين من البارح الثلاث من الثلاث الى اخر الشهر. دونك خلصوا ليهم لوطيل. شنو من غير لوطيل؟ صافي هادشي اللي كاينه المعيشه راهم تيديروا مع بعضياتهم شويه وصافي. لان حنا كنا صيفطنا له شي فلوس من فرنسا من صيفطتهم لخالته لان ما كيخرجوش فلوس من المغرب. ايوا هادشي اللي مشى راه صار تقريبا قريب يسالي. صافي المشكل ديالك انا سجلته. شكرا على المشاركه وان شاء الله يكون خير والله يجمع الشمل. والله يحفظك بنتي. بغيت غير نعرف شنو هي المسائل المقبله دانيه، واش غادي يجيبوه قبل رمضان؟ واش ما عرفت والله ما عرفت. احنا لالا دابا يلاه بدينا دشنا بك الحلقه، ان شاء الله ناخذوا المشاكل اللي عند الناس. وهذيك الساعه غربطوا الاتصال بالمسؤولين، خليكم على تتبع، تبعونا وان شاء الله يكون خير. واخاش نعاود نعيط لك بنتي؟ تبعي الحلقات ديالنا لالا، وحنا الا كانت شي حاجه الرقم ديالك حنا مسجلينه ان شاء الله يكون خير. فين غنشوف الحلقه؟ انا غير حيت ولدي قال لي اتصلي بهذا الرقم. راه شوف راه ولدك الا كان تبع اللايف راه غادي يعرف امتى يعاود يشوفه ثاني. نفس حبيبه الوقت. شكرا كل نهار ان شاء الله. عواش رمو باركة والله يسمعنا عليكم وعليهم الخير ابنتي. امين الله يبارك فيك. ويهز علينا هذا الوباء وهذا الامر الخبيث ابنتي. اللهم امين. دعيوا معنا. شكرا لالا الله يحفظك. يا ربي يا بنتي يا ربي. شكرا شكرا شكرا. جزاكم الله خير. دونك هذا كان اتصال ديال الام هز الهم ديال ولدها اللي كان مشى سياحه لتايلاند ودابا لقى راسو تماك عالق بسبب الاغلاق ديال الحدود هذه شهر ويومين. قالت بانه تواصلت مع القنصليه وفروا له هو المغاربه اللي مع ربما هما جروب تماك الماوى، وهما دابا كيحاولوا يتشاركوا هكا في الماكله وياكلوا اللي قسم الله ويعيشوا اللي قسم الله. كتسال كيفاش اولا امتى غادي يقدروا يرجعوا. انا قلت لها احنا يلا بدينا دابا في استقبال المكالمات واستقبال المشاكل، وان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لائحه وغادي نتواصلوا مع المسؤولين وغادي نشوفوا الحلول اللي ممكن تدار. المهم هو انه اي واحد طرا علينا المشكل ديالو يبقى يتبعنا باش هكا يعرف ملي يكون ان شاء الله جواب. غادي نكملوا في استقبال الاتصالات وكذلك في قراءه بعض التعليقات. السلام عليكم. السلام عليكم. على الله. مرحبا سيدي. كنهضروا على المباشر ياك؟ تماما. الموضوع ديال المغاربه العالقين بالخارج. لا، هذو المغاربه اللي عالقين بالمغرب باغيين يمشيو لديارهم في الخارج. اييه يا سيدي مرحبا. حنا دابا مغاربه عايشين في اوروبا وجينا هنايا وتعلقنا هنا. دابا بقينا دابا تقريبا شهر وشهرين تقريبا. جينا ل 11 فيفري كنا غادي نرجعوا له 5 في هذا الشهر. دونك مع الوقت اللي جينا قضينا الاشغال ديالنا تعلق هذا الشيء. دابا حنا الوالده عندي كبيره عندها 80 عام. عندها المسائل ديالها، عندها الدواء ديالها لهي، عندها دارها تما، عندها المسائل كلها تما. دابا حنا بغينا نعرفوا وقتاش غيتحل هذا المشكل هذا باش المغاربه اللي دابا كاينين هنا بغاو يمشيو للبلاد لهي يعرفوا وقتاش، حيت هذا الشيء غادي يطول ومصاريف كثيره. ماشي يعني بنادم مولف بانك ياخذ دواء فابور صدق كيشريه هنايا بالفلوس وفلوس بايضه ومصروف اللي كان كيصرف لهيه ماشي هو المصروف اللي كاين هنايا وجالسين عند الناس. يعني بنادم راه شويه راعي. يعني هذوك الناس اللي ساكنين في الخارج راه عندهم مسائل ديالهم، عندهم ديورهم، عندهم خلاصهم، عندهم الطبيب ديالهم الخاص، عندهم بزاف ديال الحوايج اللي كتبعهم ليه. يعني وقتاش هذا الشيء غادي يتحل؟ يعني واش غيتحل دابا قبل رمضان مورا رمضان؟ ما عارفينش. دابا حنا بقينا معلقين عند الناس هنايا. بغيت نسولك اسيدي، تواصلتوا مع المسؤولين؟ عرفتوا شنو عطاوكم؟ ما كاين. شكون هما المسؤولين؟ المسؤولين هما المغاربه. حنا راه مغاربه وعايشين في اوروبا، عندنا الاقامات ديالنا بمسائل ليغال، عندنا المصروف ديالنا تما، عندنا الدار ديالنا تما. حنا دابا جالسين هنايا غير بروفيزوار عند الناس.
صافي سيدي، مشكل ها المشكل ديالك ها هو تسجل. كيف قلت للسيدة اللي قبلك، بقى متابعنا حيت هكذا حنا يلا في اولى الحلقات كنحاولوا ناخذوا المشاكل، ومن بعد غربتوا اتصال بالمسؤولين. واش دابا شكون اللي مسؤول؟ واش الحكومه؟ واش وزاره الخارجيه؟ واش التابعين للقنصليه ديال الدوله اللي حنا ساكنين فيها؟ واش دابا حنا ما عرفناش فين غادي نلتاجوا؟ واش غادي نلتجئوا للحكم غاربة؟ غادي نمشيو نشكيو للناس اللي برانيين؟ ما يمكنش. حنا دابا المغاربة خص المغرب يحل معنا المشكل، حنا يحلوا لنا غير طيارة في 10 ايام ولا في 15 يوم بنادم يمشي. دابا حنا حتى لارام كنعيطوا عليها، عندنا البيي ديالنا مقطع مكونفيرمي كلشي، حتى لارام كنعيطوا عليها ما كاين حتى شي جواب. يعني حتى واحد ما كيعطيك شي جواب، اللي ما كيجاوبوش بعدا نهائيا، حتى التليفونات ديالهم لا الايميل ديالهم كيجاوبوا عليه لا حتى شي حاجه. يعني هادشي ماشي معقول. يعني الناس اللي ساكنه لهي راه دابا دايره حياتها لهي، راه ماشي حياتها انا. فهمتك اسيدي، فهمتك انا كيف واكثريه الناس اللي كبار. دابا هاد السيده راه عندها 80 عام، عندها الدواء ديالها كامل كتاخذو تما فابور، عندها المعاونات ديالها، عندها الصالير ديالها، عندها الدار ديالها، عندها كل شيء ديالها. واش تبقى جالسة عند الناس هنا مع القارة؟ ما يمكنش. إنسان راه كيبغي يرتاح كيرتاح كيرتاح في دارو. حنا هذا المغرب راه ديالنا في دارنا، ولكن راه عتاني كاين شي حوايج لي انتيمو بيرسونيل راه كاينين لهي ماشي هنا. فهمتك اسيدي فهمتك، والموضوع ديالك هو تخذ بعين الاعتبار، سجلت المشكله اللي عندك كيف قلت لك، غير بقى متابعنا ان شاء الله، نربطوا اتصال بالمسؤولين ونقدموا لكم الجواب. حنا هنايا اصلا فتحنا النافذه نظرا لهذا الشيء اللي كان. الله يجازيكم بخير، زعما النافذه اللي مهمه كبيره هذه، غادي يعني تحلوا فيها بزاف ديال المشاكل. لا الحكومه بانها هي ما عندها حتى شيء داخل في هذه المساله، ولكن خصها تراعي شي شويه. يعني سديتوا الحدود، ما حنا على راسنا وعينينا، البلاد هي الاولى وكل شيء على راس البلاد هي الاولى. يعني انسان نحافظوا عليها ونحاولوا ديما تكون بخير وعلى خير، ولكن ثاني ناس راه كتعلق بشي حوايج اللي عندها خصوصيات ديالها. متفقه معك سيدي، متفقه معك، وحنا هنايا باش نقلوا المشاكل ديال الناس وباش ناخذوا الاجوبه ونكونوا وسيط ما بين المواطن والمسؤول، ان شاء الله يكون خير. كيف قلت لك غير تبعنا وان شاء الله غادي نسجلوا المشاكل ونربطوا اتصال بالمسؤولين وناخذوا الاجوبه اللي خصها تخد. شكرا سيدي على الاتصال وعلى المشاركه. شكرا لك، بارك الله فيك، ان شاء الله يكون خير. شكرا شكرا. اكيد المشكل عنده وجهين، ماشي فقط المغاربه اللي لقاو راسهم عالقين برا، كذلك المغاربه اللي لقاو راسهم عالقين في بلاد ديالهم. هو كيف قال راه بلادهم، ولكن الانسان راه كينشا واحد الحياه جديده على برا، كيكون دارو تماك، خدمتو تماك، اي حاجه متعلقه به تماك. غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي، شكون معايا؟ شفتيني في هادي؟ نعم شفتيني تماما، شوف تي في، وحنا دابا على المباشر في موضوع المغاربه العالقين بالخارج. تماما. مرحبا. واحد السيده عندي عالقه في فرنسا. اعطيني التفاصيل عافاك. نعم اعطيني غير التفاصيل. هذا انا بديت معك، قلت لك عالقه تما في فرنسا. ما عرفتش دابا كيفاش غادي نديرو رمضان هذا، وما عرفتش كيفاش والجيزه ديالها غتكمل في هاد لي دو جور واقيلا. اول حاجه الفيزا غتكمل. الفيزا ماشي مشكل، لان الطوارئ واخا كملات ماشي مشكل. ولكن واش كاين شي حل يديروا مع الناس اللي عالقين تما رمضان هذا، مخلي ولادها هنا، مخلي انا باهم، ما غاديش نعرف ليهم بحال امهم. فهمتي؟ ما غاديش نعرف ليهم بحال امهم رمضان جاي هذا. يديروا شي حد، يجيبوا الناس ويدخلوهم في الحجر الصحي 14 يوم ولا شوف شحال غادي يدير. اللي صحيح غادي يخرج عند وليداتو، واللي مريض راه غادي يمشي يداوي. هذا هو زعما اللي بان لي. بغيت نسولك اسيدي، تواصلوا معها القنصليه؟ تواصلت مع شي مسؤولين او لا؟ لا والو، ما كاينش دابا. هي فين دابا؟ شنو الوضعيه ديالتها في فرنسا؟ هي في فرنسا. هي
شنو دابا فين عايشه؟ شنو كدير؟ هي بالك عندها بنتها، ولكن راه بزاف، راه 3 موا راه بزاف، راه فهمتي مابقاتش مرتاحه، بغات تجي في حالها، بغات تجي في حالها. فهمتك. واش رويال هي نورمالمون كانت غتجي في لوديس لوديس دي لوديس 3 مع زدنا ليها، زدنا مشيت تخلصت حيت الا كنتي غادي تفاني لي فون ديالك تخلص تخلصنا باش غتجي 25 3 ياك. الوغ لو 16 وقع داك الشيء ديال حبس الحدود، مشيت قال لك اودي غتخلص 1600 درهم باش بغيتي تجي لو 19 يعني اخر اجل الحد، هي راه ما كانت طياره نهار الحد لا والو، غير داو لينا هذيك 1600 درهم وكاك باطل، هو ما جاتش ما كاين حتى شي حاجه. دابا بحال خلصنا البيي وعاود خلصنا وعاود خلصنا حتى ثلاث مرات، ولكن دابا كتتصل بهم ما كاين لا جواب لا حاجه. ماشي غير هي عادات ديال المغاربه، بغيت انا غير المشكل دابا درتو هاد الناس تحتو هاد النافذه، واش كاين شي بصيص امان ولا شي حاجه، ولا غير كيف قلت سيدي، حنا دابا في اولى حلقات البرنامج كنحاول انني ناخذ لائحه بالمشاكل اللي طاريه، وكيف قلت الاخرين غنقول لك خليك متابعنا باش هكا اون فوا ربطوا الاتصال بالمسؤولين ويكون عندنا جواب اكيد غنذكروه في احدى الحلقات ان شاء الله. الله يصوب الامور. نتمنى شكرا. الله يحفظك سيدي. الله يحفظك. شكرا. ومازال مكملين في اولى حلقات برنامجنا مع المغاربه العالقين بالخارج بسبب كورونا. غادي نعاود نذكر بالرقم اللي ممكن تربطوا به الاتصال 06 61 73 98 75 35. غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. تبارك الله عليك. انا مزيانه. الله يحفظك يا سيدي. شفتي الموضوع ديال الحلقه ديالنا؟ ما تنسمعكش يا سيدي مزيان. ودابا كتسمعيني؟ دابا مزيان. واه اختي، عندنا واحد المشكل، جينا من اسبانيا ومحاصرين هنايا في مليليا. وبالنسبه لاصحاب الفيزات وبالنسبه اللي عندهم لا كارتيجور، وحنا واحد العادات واحد 200 واحد، وكاين الناس اللي خدامين في الناظور ودخلوا هنايا وحصلوا حتى هما معنا. والمشكل دوك حنايا مده هادي قول اسبوع، وحنايا كنباتوا في الزنقه، هادي نهار ملي دخلنا كاع 13 مارس مدة أسبوع حنا متكرفسين في الزنقة، ومؤخرا مشينا للأوتيل، ومول الأوتيل مؤخرا عاوتاني أوتيل بلا سد، وخرجنا الزنقة بقينا متشردين. والمشكل دوك حنايا هزينا إيه الناس الله يكثر خيرهم، عطينا واحد البيت مؤقتة، بالنسبة للصحة ما كايناش، بالنسبة واش غادي نقول لك، كيما نقول كلشي مشى لنا، لا نسبة الصحة لا نسبة مادية لا معنوية لا جسمية، ما بقيناش نركزو صفة نهائيا. ودوك حنا كنتظرو من الدولة تشوف لنا هاد الحالة هادي اللي راه حنا فيها، راه مدة شهر وثلاث أيام يرتى ليها، راه حشومة كنبقاو محروسين هنايا في المليليا، ما كيتسوق لنا حتى شي واحد، بالنسبة حتى الأكل باش الماكلة ناكلو الفلوس تقاضاو، كنجيو صراحة مبغاش نكذبو، فهمتي؟ فهمتك أسيدي كنسمع لك. كنجيو صراحة ماديا نقصت لنا، دوكا نقصت لنا ماديا معنويا ونفسيا، دوكا إنسان بغينا نشوفو شي حل، بغينا نطلبو الحكومة تحلنا هاد المشاكل هذا في أقرب وقت. بالنسبة حنا ماشي حنا في إسبانيا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا عادي يقلبونا الطياره ولا شي حاجه، حنايا كيما نقولوا راه حنايا في التراب المليليا، وقدمنا شرطه وحده باش ندخلوا التراب المغرب، والصحه ما كايناش، راه حاشا ويلي لك المغرب قداش والصحه ما عندوش، نديروا حنا كياطن ما عندهمش فين يحطوهم، هنايا كاين فنادق
يدينا الفنادق. حنا مستعدين نقعدوا فنادق اسبوع اسبوعين، حنا ماذا بينا نتعالجوا، الا كنا مرض نتعالجوا، كنا صحاح نمشيو عند عند ولادنا، نمشيو عند والدينا. راه كاين اللي الامهات معانا هنا نساء مخلين ولادهم في الديور، الرجال عاوتاني كذلك مخلين ولادهم في الديور، الموظفين هنايا جالسين عندهم الولاد ديالهم عاوتاني حتى هما. زعما هادشي عيب كيديروه، والله الا عيب. خصهم يراعيو الولاد ديالهم. حنا كمغاربه راه ما جايين من السما ولا طايحين من جهه اخرى، حنا كمغاربه خصهم يراعيو لينا ويحسوا بالظروف ديالنا اللي راه حنا فيها عايشين. راه حشومه كاع والله الا عيب. حنا كنطلبوا من سيدنا جلاله الملك يدخل عاجل اقرب وقت. راه حنا واحد المشكل كبير، واحد المشكل كبير. ما دوك كيقولوا كي كانت الصحه تجي تراقبنا وتشوفنا الصحه ديالنا كي دايره، واش مزيان ولا ماشي مزيانين. حنا الحمد لله حنا مده شهر وشهر وثلاث ايام اربع ايام الحمد لله حنا كان الصحه جيده والصحه ممتازه الحمد لله. حتى واحد فينا ما تنقاس، حتى شي واحد ما مرض الحمد لله. هاد الشيء هذا مرض تاع الله، نحمدوه ونشكروه. شكرا على الاتصال ديالك، والمشكل ديالك هو تسجل تخذ بعين الاعتبار. كنتمنى انكم تتبعونا ان شاء الله، غادي نربطوا ان شاء الله المسؤولين وغادي يكون الرد وغيكون في احدى الحلقات. كنتمنى انه تقد الامور في اقرب وقت. وحنا كنطلبوا، حنا كنطلبوا من جلاله الملك يدخل اقرب وقت، ونطلبوا رئيس حكومه يراعي لينا. وهاد الوزيره اللي هاد اللي كتنطق بهاد الهضره كتقول هو صبروا حتى يفرج الله، هي حنا الحمد لله صابرين حتى يفرج الله، ولكن خصها تشوف لنا حل، تشوف لنا حل. فوقاش حنا ايه يقولوا لنا؟ الا قالوا لنا ودي تخرجوا شهر صافي نصبروا، قالوا لنا سيمانه ونقولوا سيمانه، يعطيونا واحد المده فوقاش نتامنوا نتامنوا. بعد ما كيطمئن كيقول لك ها فوقاش صافي ترتاح. حنا دوك ما حناش مرتاحين، ما ناكلوا مزيانين، ما كنعسوا مزيانين، الدماغ ديالنا ماشي مزيان، الصحة ديالنا ماشي مزيان. وهي كتقول لك كورونا، كورونا خص يكون عنده يكون مزيان، يكون عنده مقويات مزيانة. حنا واش حنا مقويات ديالنا ضعيفة؟ قلت خمام بزاف وقلت الهم صافي، كيما نقول واحد فشلنا. حنا نتمنى إن شاء الله ما نفشلوش إن شاء الله. الله يقويكم يا سيدي، الله يكون معاكم. هو نتمنى ان شاء الله هذه الرساله توصل سيدنا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ونتمنى سيدي ربي ان شاء الله. سيدي شكرا على الاتصال ديالك، الله يعطيك. هيا واحد هيا واحد المراه، هيا واحد المراه بغات تهضر. هيا مرحبا لاله. السلام عليكم اختي. السلام. شوف انا جيت ندخل هنايا في المليليه نخدم على وليداتي، ما عندهمش باهم في الدار، وتسدات عليا الباب. دابا شهر وسيمانه وخليت ولادي ما عندهمش المصاريف لا والو. كيفاش يكون هذا زعما هاد الشيء اللي شاروا شي حاجه ما عارفينش فوقاش نخرجوا؟ ايوا اختي الله يعاونك. سلامه. شكرا لاله، الله يكون معاكم. شكرا اختي، بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يحفظكم يا سيدي، الله يحفظكم، الله معاكم يا سيدي. امين امين. شكرا، تبقوا على خير. غادي ناخذ فاصل ونرجعوا لتلقي المكالمات ديالكم في موضوعنا المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا، انتظرونا.
ورجعنا مشاهدي قناة شوف تيفي في أولى حلقات برنامجكم مع المغاربة العالقين في الخارج بسبب كورونا. وغادي نكملوا في تلقي الاتصالات. غادي نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. برنامج شوف تيفي أختي. أيه شوف تيفي. شفتي الموضوع؟ واش مبروك سيدي علينا وعليك. واش مبروك بالصحة والعافية وانتم بخير. الله يحفظك علينا وعليك يا ربي. اختي بغيت ندير واحد النقطة مهمة بالنسبة للناس اللي حنا من اسبانيا تنتصلوا بكم. مرحبا. نبغينا ان شاء الله ملي مستقبلا ملي تحل الحدود يكون شي اعلام واسع، يعني يكون في التواصل الاجتماعي، يكون في التلفزيون، يكون في الجامع، ماشي يديروا بحال فاش تسدات الحدود. في ظرف 12 ساعة، إذن 12 ساعة حنا في بلاصة بعيدة في اسبانيا. يعني باش تسوي التلفزيونات راه خصك ليلة ونهار. عندنا واحد الوالدة حاصلة هنايا، حنا ماشي مشكلة، حنا صابرين، حنا صغار، عندنا العمل ديالنا، عندنا المصاريف ديالنا هنايا، يعني صابرين ماشي مشكلة. كنبقاو فاكون في الصيف. وبالنسبة للناس الكبار راه كاين بزاف ديال الناس الكبار، كتعرفي الناس الكبار ما يمكنلهمش يصبروا سيتو أن رمضان داخل. متفقة معاك. يعني دابا حتى نقدر كنتسمك لك البرنامج، يعني بغيت ندير هاد النقطة، فاش يجي يخمو يحلوا الحدود نهار ولا يومين ولا ساعة، المهم يديروا على واسع النطاق لجميع البرامج باش كلشي يسيق الخبر. شكرا يا سيدي. تطلق في الإذاعة التلفزيون، تطلق في فيسبوك، تطلق في التواصل الاجتماعي بصفة عامة، في التلفزيون، جميع الإذاعات المغربية. وي 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 شكرا يا سيدي على الاتصال ديالك، شكرا على هذه النقطة اللي طرحتي. الله يحفظك. شكرا شكرا بالسلامة. الله يعاونك. غادي نعاود نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا عليه من اجل المشاركة في مناقشة الموضوع ديالنا ديال اليوم، اللي هو 06 61 93 75 35، وموضوعنا هو المشاكل اللي وقع دابا المغاربة العالقين في الخارج بسبب إغلاق الحدود المؤقت في ظل تفشي وباء كورونا. غادي في الوقت اللي غنتسناو الاتصالات الأخرى غادي نشوفوا بعض التعليقات. غادي ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. مرحبا بك جنة. احنا بالديريكت اختي ولا لا؟ دابا في اللايف غير لا ممكن. الصوت ما تنسمعوش مزيان. ما كنسمعكش اختي. ما تنسمعكش حتى انا سيدي. اوكي اختي دوك نعاود نجدد الاتصال، سمحي لي اختي. واخا سيدي واخا. شكرا. غادي نحاولوا نشوفوا كذلك بعض التعليقات الناس اللي تعذر عليهم يتواصلوا معنا. غادي نردوا على اتصال اخر ونقولوا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا لالا. شكون معايا؟ بايزا زيد. الله يحفظك. واش راكم بروكا حبيبه؟ حنا دابا حنا جينا من اسبانيا مدة شهر وثلاث ايام، وحنا محصورين هنا في مدينة مليليا. حنا ولادنا ما بعادينش زعما علينا، راه 4 دراهم حنا مع ولادنا، وحنا الدراري باقيين صغار، حنا ما عرفناش حتى شي حل، ما داروا معنا حتى شي حل. ما عرفناش اش من النهار اللي غادي نخرجوا ولا ندخلوا ولا نحدوش معنا اش من النهار. وحنا الحمد لله في حالة جيدة، الحمد لله كنتمنى كاع خوتنا المغاربة ان شاء الله يكونوا بخير. وحنا مزيانين ما فينا والو، ما داروا لنا زعما، ما صافوا لنا لا الاطباء ولا يشوفوا زعما صحتنا كي دايره، ما داروا معنا حتى شي حل. حنا في الدار بدينا، حنا في الدار هنا في مدينه مليليا، عطوها لنا غير الناس زعما يديروا معنا شي حل، زعما المثل يخرجونا على شهر يديروا معنا على شهر، يخرجونا على 15 يوم على 15، فهمتي؟ دابا حنا ما عرفناش عاد اش من حل اللي غادي نديروا، ورمضان كنا عندنا الدراري باقيين صغار، المهم راكي عارفه حالات نتاع الام، عرفتي شنو كاين؟ عارفه. الله يجازيكم بخير. الله يحفظك لالا. حنا بغينا زعما من سيدنا من جلاله الملك الله ينصرو يدير معنا شي حل، يشوف حنا راه حنا ولاد ولاد الشعب، ماشي زعما راه حنا
راه المهم عارفه الظروف وعارفه البلاد كي دايره. الله يجازيكم بخير. واخا لاله المشكل ديالك هو تسجل ان شاء الله كيف قلت للباقي المتصلين بقوا على تتبع ان شاء الله ربطوا الاتصال بالمسؤولين وناخذوا جواب ونفيدكم به في احدى الحلقات الماجيه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي الله يجازيك بخير الله يطول عمرك. شكرا حبيبي الله يبارك علينا وعلى جميع المسلمين. امين امين شكرا حبيبتي الله يحفظك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف كنشوفوا انه المشاكل متنوعه ما بين المغاربه اللي لقاو راسهم عالقين على برا او المغاربه اللي لقاو راسهم عالقين في البلاد ديالهم وما عندهم حد الحياه اللي خلقوها برا المنزل القرايه الاولاد العمل وما الى ذلك. غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدي شكون معايا؟ معكم محمد من الناظور. مرحبا سي محمد. كدا لاباس هانتي كيفاش؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. شفتي الموضوع ديال الحلقه ديالنا سي محمد؟ اي راني ديري سمعك من الفيسبوك. الا ممكن غير تبعد التليفون شويه باش نسمعك مزيان. الو انا ما تنسمعكش مزيان سي محمد، لا ممكن غير تبعد الهاتف شويه. لا صافي في التليفون كاع. تسمعني دابا؟ ما تنسمعش الصوت مزيان سيدي. دابا مزيان شويه انا؟ دابا شويه؟ وي انا دابا كنا على حسب راني غدايا في المغرب في شهرين وانا بلوكيت. وي شي دابا دوك انا كنطلب البيي وكنمشي يعني لي صافي يعني مع الليمون الحل باش نرجعو. وي؟ وكاينش الحل في هاد الليابات ولا ما كاينش؟ كيف قلت لباقي المتصلين غنقول لك كناخذوا المشاكل كنربطوا الاتصال بمسؤولين ومن بعد نقدروا نجاوبوكم ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يا ربي. شكرا شكرا سي محمد على الاتصال. يلا تمام. غادي نكملوا في التلقي ديال باقي الاتصالات ونعاود نذكر بالرقم ديالنا اللي هو 061 93 98 35، واللي الموضوع ديالنا هو المشاكل ديال المغاربه العالقين بالخارج بسبب كورونا. غادي نكملوا بخصوص اتصالات وكذلك نشوفوا بعض التعليقات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي، شفتي الموضوع ديال الحلقه؟ واه شفتو. شنو اللي تبغي تشارك معنا سيدي؟ بغيت نشارك معكم المشاكل ديالنا حنايا الناس اللي طرابادوس في المرويكوس. اييه واه كنسمعك اسيدي. واه قلت لك بالنسبه لينا حنايا خلينا الوليدات صغار في اسبانيا وواحد الدري خويا عنده المراه حامله في اسبانيا ودابا الطريق مبلع اسمو المعمول. كيف قلت لباقي المتصلين حنا كنحاولوا دابا في اولى حلقات البرنامج نحاولوا ناخذوا المشاكل وغادي نربطوا اتصال بالمسؤولين وغادي نوافيكم بالاجوبه ان شاء الله في الحلقات الماجيه. شكرا اختي. بالنسبه للقنصليه الناظور ما كتعطينا حتى شي معلومات. كنتصلوا بالسفاره المغربيه اللي في اسبانيا، كنتصلوا بالقنصليه ديال الرباط، والو ما كاين حتى شي جديد. دابا حنايا عندنا الوليدات صغار في اسبانيا، الله يجازيكم بخير، إلا ما ديروا معنا شي حل، وهذا النداء كنوجهوا لجلالة الملك والحكومة المغربية. واخا سيدي. وشكرا. شكرا لك سيدي على الاتصال. واه معك الناس من توريس. مرحبا سيدي، مرحبا، شكرا على الاتصال ديالك. غادي نكملوا في تلقي باقي الاتصالات وكذلك غنحاولوا نشوفوا بعض التعليقات. كاين اللي كيقول انه كيتصل كيلقى غير العلبه الصوتيه فقط الضغط على الرقم. حاولوا من جديد. غادي ناخذ اتصال اخر ونقول الو. مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، شكون معايا؟ احمد امين ميموني. مرحبا سيدي، شفتي الموضوع ديال الحلقه ديالنا؟ نعم. لا عندك شي مشاركه؟ نعم. لا وي كنسمعك سيدي. الو كتسمعني لالا؟ كنسمعك اسيدي. مرحبا. الو كنسمعك اسيدي.
كنتمنى من اي واحد ما تيسمعنيش اولا عنده مشكل يعاود يربط بينا الاتصال. حنا كن غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. مرحبا لالا، شكون معايا؟ انا كنعيط لانا مقيمه هنايا في اسبانيا ولكن بقيت حاصله هنايا في المغرب. مرحبا لالا، ممكن غير تعاودي لي التفاصيل واش تواصلتي مع المسؤولين ولا لا؟ تواصلت هنايا مع القنصليه، تعييت ما كاينش اللي عطانا راس الخيط. والمشكل ديالي انا حامله وقريبه نولد. انا جيت عايه على وراقة المحكمه وسقت واحد لهنايا. اول شيء كنتمنى ربي يفك وحيلك على خير اختي. امين. وثاني حاجه المشكل ديالك كيف قلت الباقي المتصلين، حنا في اولى الحلقات كنحاولوا ناخذوا لائحه بالمشاكل ومن بعد ان شاء الله نربطوا الاتصال بالمسؤولين ونوفيكم بالاجوبه في الحلقات الماجيه. دونك خليك متابعه. شكرا حبيبتي. شكرا. غادي نكملوا في تلقي الاتصالات وكذلك غنشوفوا بعض التعليقات بخصوص الموضوع ديالنا اللي هو المغاربه العالقين في الخارج بسبب كورونا. غادي ناخذ اتصال اخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم اختي. مرحبا سيدي. معك اختي محمد الشاوي من الناس اللي عالقين هنا، المقيمين في اسبانيا وعالقين بطنجه. وي سيدي، عاود لي التفاصيل، شنو طاري بالضبط؟ امتى جيتو؟ واش تواصلتوا مع المسؤولين؟ اختي انا جيت نهار 28 في شهر 2. كانت مرتي غتلحق ليا نهار 21 في شهر 2 لان ما مريضه. اييه. دابا جبت معايا بنتي عندها 5 سنين هنا. وبقينا دابا يعني كتتفاجئنا الحدود تسدات. وبقينا هنا، يعني ما هضر معنا لا مسؤولي لا حتى شي حد، يعني ما هضر معنا حتى شي واحد نهائيا. دابا كاين واحد الجمعيه الله يجازيهم بخير كيعاونونا من اسبانيا، يعني دايرين المجهود ديالهم، دايرين حنا جروب بينا ديال الواتساب. يعني ولكن شكون اللي غيهضر معنا؟ مسؤولين المغاربه. فهمتك اسيدي، فهمتك. احنا كنحاولوا في اولى الحلقات كيف قلت من قبل كناخذوا اللائحه ديال المشاكل، غربتوا الاتصال بالمسؤولين وان شاء الله نوافيكم. دابا المشكل الكبير مثلا بحال انا، يعني اللوكا ديالي انا معايا بنيتها عندها 5 سنين هنا وعندي مرتي اللي هي مع وليد عنده 10 شهور. يعني كيفاش هاد الحاله النفسيه اللي عايشينها احنا دابا؟ الله يعني كنموتوا اكثر من هاد كورونا، يعني راه حنا كنموتوا كنتالموا من الله يحسن. والفلوس ما بقات لناش، يعني التالي فينا في هاد الناس هادو ما بقاتلوش الفلوس باش غادي نصرفوا على راسنا الا مرضنا حنا ولا مرضنا مثلا مرضت لي انا بنتي، بشنو غادي ندير يعني باش غادي نصرف عليها؟ الله يحفظ سيدي اللي دار شي حد، والله يقويكم الله معكم وان شاء الله يكون خير في اقرب وقت. شكرا اختي بزاف. الله يحفظك يا سيدي. شكرا. شكرا الله يحفظك. غادي نكملوا في تلقي الاتصالات وكذلك قراءة بعض التعليقات. غادي ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. شفتي فيني؟ شوف تي في. وي سيدي كنسمعك. الو الو كنسمعك يا سيدي. مرحبا. عافاك اختي نهضر معاك. مرحبا سيدي. اختي السلام عليكم. عليكم السلام لالا. مرحبا اختي. عافاك ديري نهضروا مع البنت اللي دايره البرنامج هذاك في التيفي. المغاربه العالقين بالخارج. المغاربه العالقين بالخارج. راجلي في فرنسا وشدوه تما وانا حامله وباغا نولد وما داروا معايا حتى شي حاجه، كاين في القنصليه تما ما كيجاوبوه ما كيهضروا معاه ما كاين شي حاجه. وانا دابا حامله وغنولد في رمضان وباقي ما جاش. انت في اين بلاد؟ انا في اسفي. وهو؟ هو في فرنسا. واخا لالا، انا كيف قلت مسبقا غادي ناخذوا المشاكل كنحاولوا نشوفوا شنو كاين بالضبط ومن بعد ربطوا الاتصال بالمسؤولين باش هكا يعطيونا اجوبه على كل شيء وغادي نوافيكم بها في الحلقات الماجيه ان شاء الله. دونك بقاو متابعينا باش هكا كل واحد يلقى الجواب على المشكله ديالته في احدى الحلقات ان شاء الله. كاين اختي احنا بغينا حل قريب لانني انا غنولد ان شاء الله في رمضان وراجلي ما حدايش. ان شاء الله ربي يجمع الشمل وتولدي وهو وحدك ان شاء الله. شكرا لالا على الاتصال. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. الله يفك وحيلك على خير. شكرا. امين. بالسلامه.
غادي نكملوا في تلقي الاتصالات. غادي نعود نذكر بالرقم اللي هو 0661 93 78 35، والموضوع ديالنا هو المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا. غادي ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو اختي السلام عليكم. مرحبا للا. مرحبا بشتي اختي. انا ثمن العالقين هنا في المغرب مقيمة في اسبانيا. ايه جيت غير باش نشوف اختي الوالد ديالي هنايا مريض، وحصلت خليت وليداتي جوج في اسبانيا اي مع صاحبتي. ايه اللي غادي اللي جاتها واحد الخدمه هي طارئه وخصها تمشي تبعد بحالها، وكتصوت يوميا كتصل بيا انها باغا تمشي تخلي وليداتها بحدهم، وعاد حامله وعندي مشاكل صحيه خصني ضروري الدواء والطبيب، وما سمح حتى واحد صراحه اللي وقف جنبنا الا واحد الجمعيه اللي من اسبانيا في برشلونه اوني خيتران برئاسة السي العالم من هذا المنبر كنشكرو بزاف، وكنشكر جميع الطاقم ديال هذاك الجروب اللي كيساعدنا بزاف. ومن هنايا كنتوجه برساله لجلاله الملك انه يفتح لينا الحدود، بغينا نمشيو عند وليداتنا، بغينا حتى حنا نرجعوا لديورنا. والله العظيم لا حرام هادشي اللي كدير معنا السلطات، بغينا نمشيو حتى حنايا نكون في جنب ولادنا في الظروف الصعيبه. حنا يعني ما كنشكلوا حتى شي خطر على على المغرب، حنا غاديين خارجين البؤره ديال الفيروس، غاديين يعني اتجاه اسبانيا، ماشي جايين جايبين الفيروس للمغرب. فهمتك. حنا ما كنطالبوش جلالة الملك انهم يفتحوا لنا يعني الحدود باش نخرجوا، ولا ولكن يديروا لنا شي حلول استثنائيه باش مثلا كيف ما داروا كاع الدول طائرات ولا شي باخره ولا شي حاجه اللي تدينا اللي بغينا نمشيو. حنا بغينا نمشيو عند وليداتنا، هذا الشيء اللي كنطالبوا. لالا كيف قلت قبل، حنا كنحاولوا ناخذوا المشاكل ومن بعد نسولوا المسؤولين ونوافيكم بالاجوبه في الحلقات المجيه ان شاء الله. دونك خليك متابعنا ان شاء الله يكون الرد في الحلقات الماجيه. الله يفك وحيلك على خير، والله يجمع شمل وليداتك حبيبتي. شكرا على الاتصال. بارك الله فيك. الله يحفظك. بسلامه. غادي نكملوا في تلقي الاتصالات وكذلك نقراو بعض التعليقات. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا لالا. مرحبا. مرحبا. شفتي الموضوع ديال الحلقه ديالنا؟ شتا. مرحبا لالا، شنو بغيتي تشاركي معنا؟ انا بغيت نهضر على كاع البنات اللي كانوا كيشتناو بفارغ الصبر ياخذوا الفيزا، ونهار اللي خداوها كلشي تسد. وكاين البنات اللي قريب توفى لهم الفيزا في شهر 5. اين بلاد بالضبط غير باش تعطينا تفاصيل اكثر؟ انا من مدينه الناظور. ايه وحنايا درنا واحد الجروب في الواتساب على حساب البنات اللي كاملين واخدين الفيزا وكانوا عندهم يمشيوا لاسبانيا. ايه عند رجالهم. ايه وصافي، كاين هنا البنات اللي بولادهم كانوا باغيين يلتحقوا برجالهم، كل وحده وكيفاش. تواصلتوا مع المسؤولين؟ تواصلنا، كل وحده كتصيفط للقنصليه فين جاوبوها. كاين اللي كاين اللي كيقول لهم راه من غادي توفى غيزيدوا لكم فيه. كاين اللي كيقولوا لهم الا توفات لكم غادي خص لكم تعاودوا كل شيء من جديد. كاين اللي كيقولوا لهم ما عندكم ما ديروا، خصكم تستناو صافي حتى يتحل الحدود. وصراحة راه من هنا ما مشينا نهزو هاد الفيزا حتى دينا بزاف ديال الوقت، وشحال ديال التمارة وشحال ديال هادي، وحتى لي صدق إلا توفات لك دابا بحال البنات اللي غادي تموت لهم في شهر 5، كي غادي يديروا عاود باش يعاودوا كل شيء من جديد. المشكل ديالتك هو تسجل لله ان شاء الله كيف قلت قبل، نربطوا الاتصال بالمسؤولين ونطرحوا عليهم المشاكل اللي تلقينا اليوم، وان شاء الله يكون الجواب في الحلقات الماجيه. غير خليك متابعنا ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يجمع الشمل، يكون شي حاجه قريبه بعد في هذا الشهر يا ربي ان شاء الله. كنا كنتمنوا انه ترفع البلاء، وان شاء الله كنا نتجمعوا بحبابنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا. شكرا حبيبتي. شكرا شكرا. غادي ناخذ فاصل ونرجعوا باش نكملوا معكم في موضوع ديالنا اللي هو المغاربه العالقين في الخارج بسبب كورونا. انتظرونا.
حلقات برنامج مع المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا على قناتكم قناة شوف تي في. غادي نعاود نذكر بالرقم اللي هو 06 61 93 75 35. احنا هنايا باش فتحنا هاد النافذة لتلقي الرسائل والاتصالات ديالكم بخصوص المشاكل اللي تسبب فيها الإغلاق المؤقت للحدود. غادي ناخذ الاتصال الموالي. الو السلام عليكم. السلام عليكم، معكم ياسين من مدينة توريس. مرحبا سي ياسين. احنا كنطلبوا السلطات المغربية دير لنا شي حل، لأن راه كاين اللي مخلين وليدات، انا راسي مخلي المرا ديالي تما الزيف هاد الشهر هايا، وكاينة غير بوحدها، ما كاينش شي عائلة تما اللي ساكنة فيه، بالذات البابلو اللي ساكن فيه انايا. وبغينا من السلطات المغربية دير شي حل لهاد الناس اللي هنايا، يرجعوا لوليداتهم ويجلسوا مع وليداتهم. وكنوجه هذا النداء لجلالة الملك، وكنطلب من السلطات في اقرب وقت دير شي حل لهاد المواطنين اللي كاينين هنايا. واخا سيدي المشكل ديالك هو تسجل، غيتخد بعين الاعتبار كيف قلت قبل، انتظرونا في الحلقات الماجيه غيكون عندنا اجوبه اللي غناخذها من المسؤولين بخصوص المشاكل اللي طرحتوا علينا اليوم. وشكرا، الله يرحم الوالدين، بغينا شي حل في اقرب وقت ان شاء الله. سيدي يكون خير ان شاء الله. شكرا. رحنا نعيش واحد المأساة لا يرتلى هنايا، بدنا نخلي وليداتي ليها لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا. العفو سيدي العفو، مرحبا. شكرا. راه غير التوريد كاينين هنايا فايت شي 50 واحد ولا 60 واحد. شكرا سيدي على الاتصال، وكنشكر ناس الجروب، والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. شكرا. بهذا الاتصال غادي نختم الحلقة الأولى من برنامجكم مع المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا. غادي نعود نذكر بالرقم اللي هو 06 61 93 35. كنضرب لكم موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة. وقت الشده فينا طيبه فينا معدن لازم يبان.